تبي تروح؟ ايه لا هذا هو هذا عليك لا شوي اللي قدام شوي اللي قدام بس دقيقة واحدة انزل بس دقيقة واحدة اوقف تعال تعال دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة تعال ابو الكاميرا منا تعال منا اوقف 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 لا تحشي ارجع لي ورا ارجع لي ورا بس دقيقة دقيقة واحدة دقيقة واحدة تجري يا ولد تجري غير ارجع لي ورا دقيقة واحدة اعطيني هويتك اعطيني هويتك اعطيني هويتك لا تعاند تعال طبق لي الارقام ارجع لي ورا شوية تعالي بس طبق لي الارقام صور لي الارقام ارجع لي ورا ارجع لي ورا ارجع لي ورا ارجع لي ورا اعطيني هويتك طبق لي الارقام ارجع لي ورا شوية اعطيني هويتك شو اسمك انت باوع على الكاميرا شو اسمك انت محمد شنو انت وين داوم محمد شنو محمد جعفر تعال محمد جعفر يلا يا ما تشتغلته ويا حجي عاليا صيف اي نخرجها اي اخذت الكتب وقعت الصبح داوديني المدير كتب قديمه اي كمل ايه كمل 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 اخذت الكتب بتوقيع اليوم اي وشغل اليوم نعم لان انا اداوم وياهم الولد يعني اروح لهم العصر للمكتب ويطبعون الكتب مال الناس طلبات الناس وكلهم بيها طلبات نعم. لا اليوم سويت أمور وأخذت من واحد فلوس. نعم. وأنا أركض. زين. زين. اسمع من عدي خلنا خدمك. إيش قال قلت له بالتسجيل أريد على موافقة البنزيخانة. قلت له كم ستة. المن هاي ستة. إلك لو المن. لا والله. بس دقيقة واحدة. بس أعطيني مجال. الست دفاتر المن اللي قلت له كلبك ستة. ما خليه تعبه ستة. من هو اللي يسوي الموافقة؟ ولو انا زوبا شو اسمه ابو فهد شو اسمه ابو فهد اسمه معتز والله اسمه معتز اسمع من عدي وين يداوم معتز ما اعرف والله حتى وين وين يداوم معتز وين يداوم معتز والله حتى ما اعرف انت هسه دورك بست دفاتر بين هذا والبنزين شو يسموه انت بينك وبين ذاك انا وصيت وصيت يعني انت هسه وصيت عن الرشوة يعني هسه انت مو وصيت عن الرشوة انت انت شنو شغلك تودي ست دفاتر انت شغلك بست دفاتر شنو هي فهمني انت تقول له اكثر من ست دفاتر ما خليه تعبر انت موظف بالنزاهه انا غلطان تمام شو لك علاقه بالفلوس هاي ست دفاتر موظف النزاهه يتعامل هيك بست دفاتر لا يصير لا والله غلطان لا ما غلطان غلطان من على ابوي انا سوتشي